السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمود البيلي من معرض البيلي للقطع المنزلية. النهاردة طالعين بكوليكشن مختلف تماما عن أي كوليكشن موجود في السوق، وسط كل المعروضات في السوق، وسط كل الشغل بقى، سواء طواجن خزف، بورسلين، ازاز، بيطلع كده كل فترة شغل بيكسر الدنيا. أنا عن نفسي ما بطلعش أعمل فيديو وأهتم وأتعب وأعمل كل ده إلا لما أكون واثق من المنتج 100% وأكون عارف إن المنتج ده هيعمل ضجة كبيرة في السوق. احنا كتجار اما بنشوف الشغل اول ما بينزل بنقيمه ونعرف هل الشغل ده هيمشي معانا ولا لا. انا عن نفسي اول ما الكوليكشن ده نزل بكل منتجاته انا جبته المحل عندنا، لان انا واثق من منتجاته، لان انا طبعا عارف الماركه بتاعته، ماركه ريجنت، ماركه عالميه جدا، ماركه محترمه جدا، بتعمل ستيل 18 على 10، حاجه فوق الوصف، ولا يصدي بقى ولا اي حاجه من المنتجات اللي موجوده في السوق خالص دي، وانا اضمنت حاجه زي كده. النهارده طالعين باول منتج، منتج السرفيس الاثنين في واحد. بصوا التفاصيل بتاعت السرفيس، الذهبي في الفضي في الاستانلس، حاجه محترمه جدا. بصوا يا جماعه، حتى هنا في ختم، طبعا طاجن دايركس حضرتك بتعملي فيه الاكل في الفرن، وبعد كده بتحطيه وتولعي الشمعه وتحطي على السفره على طول وتقدمي للضيوف. الشغل ده طبعا الناس اللي عارفاه والناس اللي شايفاه والناس اللي هتشوفه على الطبيعه عارفه قيمه الشغل ده، وعارفه ازاي ان هو بيشرفك قدام ضيوفك. اما الضيف بيشوف حاجه مبهره وحاجه فخمه زي دي بيعرف قد ايه ان هو في بيت محترم وبيت راقي اما يقدمه. سيبك بقى من اي حاجه موجوده في السوق، سواء بورسلين بقى، عارفه انت، عارفين انتوا الحاجات اللي هي النص كم دي. انا عن نفسي ما دخلتش في المحل اي شغل عارف ان هو مثلا الستاند بتاعه هيصدي، الستاند بتاعه هيغير، البورسلين ده مثلا مش تمام قوي، البورسلين ده اصلا مش بيخش الفرن اساسا ولا بيخش الميكرويف. لا، انت النهارده معاكي ستانلس 18 على 10 بايركس، طبعا يخش معاكي الفرن، يخش معاكي الميكرويف. فالنهاردة معانا اول منتج زي ما انتم شايفين كده، هنوريكم المنتج التاني. وده المنتج التاني من المنتجات بتاعت الكوليكشن، ده المنتج الفضي اللي قبله كان الذهبي. طبعا ده طبعا احنا جبنا الفضي بتاعنا، في زباين اصلا بتحب اللون الفضي ما بتحبش الذهبي، طبعا وفرنا ده وفرنا ده. طبعا السرفيس طوله 49 في 28، الطاجن 28 في 18 في ارتفاع 5 سم. الساعة بتاعت كل طاجن لتر ونص زي ما انتم شايفين. طبعا الـ الشغل ليه براند ريجنت، ليه ويب سايت، حضرتك ممكن تخش على الويب سايت بتاعهم وتشوف المنتجات كلها عشان تتأكد ان الشغل اصلا معمول في مصنع محترم، براند محترم، مش شغل معمول تحت بير السلم في الصين او كلام من ده. لا، انت معاكي منتج محترم، منتج مختوم على المغناطيس، حاجة هتعيش معاكي، وانا بضمن لك حاجة زي كده. خليكم معانا نشوف المنتج الثالث. معانا المنتج الثالث زي ما انتم شايفين كده، حاجه فخمه. ايه الفخامه دي؟ شوفوا الجمال، شوفوا الجمال والحلاوه. ايه ده؟ ايه الفخامه دي؟ بصوا، طبعا معاه الكبشه بتاعته، ده طبعا بايركس فرنساوي، ده البايركس فرنساوي، تمام. ده الساعة بتاعته 4 لتر، فطبعا تحطيه على النار وتعملي اكلك، وبعد كده بعد ما تخلصي بتحطيه في الستاند بتاعه وتحطي الشمعة تحت وتقدمي السفرة على السفرة. حاجة تشرفك بصراحة، والله العظيم انا اول ما حطيت المنتج عندي في المعرض والله العظيم بعت منه في اول يوم. ومعانا المنتج الرابع، ده الفض بتاعه. بصوا، زي ما انتم شايفين كده، معرفش الكاميرا باين ولا لا، مختوم فعلا، حاجة محترمة فوق الوصف جماعة. بصراحة أنا موهوم بالشغل ده ومتفائل بيه بصراحة. خليكم معانا في المنتج اللي بعده. ومعانا المنتج الخامس زي ما انتم شايفين كده، ده بولة السلطة بالستاند بتاعها. بصوا يا جماعة، بصوا الأيادي وفخامتها،
بصوا الأيادي وفخامتها، بصوا الجمال. ال معلقة تقيلة محترمة، حاجة محترمة بجد بجد يعني. بصوا يعني عشان تبقوا عارفين الذهبي اصلا في اي منتج بيبان اذا كان هيصدي او لا او هيغير او لا. بصراحة انا والله العظيم ما شايف اي حاجة تستدعي اصلا ان الشغل ده هيغير او الذهبي ده هيغير، بيبان اصلا في الشغل والله. ما تشكرة في الشغل، عشان عندي بصراحة انا شايف ان الشغل الذهب بتاعه مش هيغير، لان في حاجات كده احنا بنشوفها كتجار بنعرف ان الشغل ده فعلا هيغير او مش هيغير. بولة ما شاء الله كبيرة محترمة، بولة السلطة ومعانا المنتج اللي بعده. ده المنتج الفضي بتاعه، بصوا يا جماعة الفضي في مط، حاجة محترمة جدا. بصوا تفاصيل المعلقة، بصوا الستانلس بتاعه بيبرق بصراحة. بصوا بصوا الجمال، الجولة الستاند بتاعها. البراند نشوف المنتج اللي بعده. معانا المنتج اللي بعده السرفيس البيضاوي، لكل عشاق السرفيس البيضاوي بصراحة. بصوا الجمال، بصوا التفاصيل. دي اصلا ماركة بايركس الفرنساوي، طبعا مكتوبة هنا مختومة ميد ان فرانس. ده الشمع طبعا، الشغل محترم جدا جدا جدا. نشوف المنتج اللي بعده، زي ما انتم شايفين كده المنتج اللي بعده الصينية. شفتوا الرقة، التفاصيل مفيش فيها تفاصيل، بس بصراحة صينية تشد، صينية بجد تشد يعني. بصوا التفاصيل، الصينية الماسكة بتاعتها صينية سيمبل جدا طبعا مختومة، صينية رائعة جدا جدا جدا، وبصراحة تجذب الزبون يعني. وريني كده الفضي بتاعتها، بصوا الفضي، بصوا الايد، بصراحة صينية سيمبل جدا بالذات الفضي دي لعشاق طبعا اللون الفضي. وطبعا بصوا بصراحة الصينية سيمبل جدا، وعلى الرغم من ذلك اذا هي بتشد الزبون، شداني اصلا لوحدها بجد، ما فيش فيها تفاصيل خالص بس شداني بجد. خليكم معانا كده نشوف المنتج اللي بعده. ومعانا المنتج اللي بعده الصينية البيضاوي، بصوا الجمال والحلاوة والرقة والطعامة بجد مش عارف اوصفها. وهنقول تاني، برغم من رقتها وبساطتها اذا والله العظيم بتجذبني انا شخصيا، جذباني بجد بجد يعني. طبعا في هنا الأبعاد بتاعتها عشان لما تتحط تبقى ثابتة. بصوا صينية شيك جدا جدا جدا، ربنا يبارك فعلا في اللي هياخد الشغل ده. خليكم معانا نشوف المنتج اللي بعده. معانا المنتج اللي بعده منتج الملاحات والخل والزيت. بصوا يا جماعة، بصوا الجمال، ده استلس يعني، ده استلس ما هوش بلاستيك ولا نيكل كروم ولا حاجة من دي. طبعا بنفتح كده بكل سهولة ونحط الحاجة بتاعتنا ونقفل، حاجة في منتهى السهولة خالص. تمام، نفس الكلام هنا برضو، بنفتح ده استلس. عايز اوريكم بس الشكل بتاعها،
بصوا الشكل بتاعها نفسه بعد شكل فخم لوحده بجد يعني. بصوا هنا الرغيف بصوا بقى الذهبي وحلاوتها. بصوا بصراحة شغل عالي جدا. نشوف المنتج اللي بعده. ومعانا التلات منتجات اللي بيكملوا بعض، البراد البايركس والستة مج والسكرية، ده بتاع تقديم الشاي. حضرتك بتعملي المشروب السخن بتاعك هنا تمام، بعد كده بتحطيه بتولعي الشمعة بتاعته تحطيه، بعد كده طبعا زي ما انتم شايفين كده المج. بصوا الايد بتاعته وجمالها. معانا طبعا السكرية رقيقة جدا جدا جدا، بصوا الجمال. طبعا بيجي بالمعلقة بتاعته، ده كل ده ستانلس. بصوا السكرية نفسها رقيقة جدا برضو. بصوا البراد بالستاند بتاعه. بصوا يا جماعة الجمال والحلاوة. بصوا حاجة محترمة جدا يعني. مج شوف المنتج اللي بعده، الشوكة والمعلقة دول بيتباعوا في علبة واحدة. طبعا شوفنا تفاصيلهم في طبق السلطة، دول بيتباعوا لوحدهم اللي حابب يشتريهم لوحدهم، منهم الذهبي ومنهم الفضي. حاجة محترمة جدا زي ما قلنا، حاجة محملة، حاجة تشرف بصراحة. حاجة انت اصلا وانت بتستخدميها ولا بقى هتطلع من ايدها زي السيليكون ولا كلام من ده، لا انت تقلبي براحتك وعيش يا ست الكل. وما تخافيش من اي حاجة. الستانلس نفسه اصلا بيبرق، الستانلس نظيف جدا يعني. وبكده نكون عرضنا لكم جميع منتجات براند ريجنت اينوكس. يا رب اكون اسعدتكم. كان معاكم محمود البيلي من معرض البيلي للأدوات المنزلية. احنا مكاننا دمياط فرسكور خلف جامع المحطة امام مدرسة التجارة، وبنشحن لجميع المحافظات. يا رب اكون اسعدتكم. ومعلش بقى الفيديو طول مني شوية المرة دي، انتظروني فيديوهات جديدة بكل جديد ومميز زي ما احنا معودين. مع السلامة.